معي هنا في الاستوديو رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد. مساء الخير سيد جاسم. مساء النور. أهلا فيك معنا. لنبدأ بباريس أمس، هل ثمت ما نخشاه أن يكون المهاجم شيشاني كما كشفت السلطات الفرنسية؟ وما نعرفه حتى الآن طبعا بأنه طبعا فرنسي المولد، بولد عام 1997 ومعروف كان من أجهزة الاستخبارات، وهذه ليست المرة الأولى نتحدث عنها عن هذا الشق. نعم. أن يكون من أصل شيشاني بالتأكيد لها دلالات كثيرة، كون أن يعني الشيشان خاصة في أوروبا يمثلون رقم صعب في دول أوروبا ومن ضمنها دول أوروبا الغربية وحتى في البلقان، يعني في أعقاب خسارة التنظيم في سوريا والعراق المقاتلين الروس وصل عددهم تقريبا 4000 مقاتل ويمثلون يعني نسبة كبيرة من القوقاز وكذلك الشيشان ولهم أهمية، والاستخبارات الأوروبية بصراحة هي لم تخفي مخاوفها وقلقها من المقاتلين الشيشان وحذرت من هذه الأعداد اللي موجودة. فإذا صعب على السلطات أن تراقب هؤلاء وتسيطر على تحركاتهم كونه معروف هو من أجهزة المخابرات. ما يتعلق في فرنسا، فرنسا وضعت أكثر من 4000 شخص ضمن قائمة S الذي يعتبرون يعني من العناصر الخطرة، ما عدا ذلك هي لديها ربما رقم مبالغ فيه هو 18000 من المتطرفين في فرنسا. المشكلة أنه هذا الإخفاق أو هذا يعني هذا بيحصل بالرغم أن يعني هو موضوع ضمن قائمة أس لكن لم يكن تحت المراقبة، هذا يعني بأن قدرات وإمكانيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية ليس لديها القدرة إلى إخضاع أعداد بعدد 4000 أو أكثر تحت المراقبة، فإذا ما حصل هو متوقع، وفي تقديري أنه مثل هذه الأعمال ممكن أن تشهدها يعني أوروبا وخاصة فرنسا. طيب الطريقة، التوقيت، الهدف، كل هذا ماذا يقول لنا عن أصل هذه العملية؟ هل نتحدث عن عمل فردي؟ تنظيم داعش أم في تنسيق؟ يعني في معلومات لأن تعد ما حصلنا عليها. تنظيم طبعا داعش الآن أعلن مسؤوليته، رد الفعل كان بشكل سريع وأعطى وصف ووصف، بس دائما في علامات استفهام أنه في أوقات لما يعلن داعش صحيح بسرعة لما يتبنى. بالضبط، سرعة التبني هذا يضع علامة استفهام. كانت سابقا تأخذ عدة أيام، فإذا في ظل تراجع تنظيم داعش وخاصة في أوروبا أصبح يعني حضوره بين مزدوجين الحضور الجهادي في تراجع كبير، فإذا هو يستغل مثل هذه الأحداث ويعلن بأنه هو جندي من جنود الخلافة. يفترض إن كان فعلا هو مرتبط في التنظيم يجب على التنظيم أن يعلن أو يعرض شيء من فيديو وثائق السيرة الذاتية لإلى بعد مقتله، هذا لم يتم الإعلان عنه، وهذا يعني بأن ربما أو محتمل جدا أنه تنظيم داعش يتبنى مثل هذه العمليات، وفي تقديري هو ربما يكون من وحي تنظيم داعش خلايا فردية بتقوم بتنفيذ مثل هذه العمليات. طيب إذا ما تحدثنا عن موضوع الإندونيسيا كمان كان لافت فيها نقاط عديدة، كنائس يعني الصرح الدينية ليست طبعا بجديد الحديث عن أنه تقوم الجماعات الإرهابية باستهدافها، بس كمان عم نحكي عن طفلين شاركا وعن امرأة. موضوع إندونيسيا كيف تبعته؟ موضوع إندونيسيا في أعقاب تراجع التنظيم نلاحظ أنه كان أعين تنظيم داعش ما عدا أوروبا هي جنوب شرق آسيا، وكانت إندونيسيا لها دلالة ولها خصوصية ربما أكثر. داعش لم يبذل الجهود في عمليات التجنيد في إندونيسيا كون أنه إندونيسيا أصلا فيها كتائب وليس تنظيمات ولكن كتائب وفصائل أصلا هي متطرفة، ما يحتاج تنظيم داعش هو الحصول على البيعة من هذه الفصائل لتنفيذ عمليات الإرهابية. فإذا يعني المشهد أو الواقع التطرف في إندونيسيا هو موجود، أما موضوع اشتراك الأطفال وكذلك النساء
عند تنظيم داعش في اندونيسيا او ربما في دول جنوب شرق اسيا وحتى في دول وسط اسيا، انه كثير من المقاتلين تبع تنظيم داعش اصطحبوا اولادهم، اصطحبوا زوجاتهم، وهذا يعني بان حتى الاطفال وحتى النساء خضعوا الى يعني الايديولوجيه المتطرفه. طيب بموضوع انه إلى دلالات اندونيسيا بالتحديد، لماذا فقط لوجود هذه الجماعات المتطرفة داخلها، أو أنه فعلا ممكن أن يوجد موطئ قدم لها له؟ تنظيم داعش هو أعطى توجيهاته إلى المقاتلين، من ضمن الساحات التي يراهن عليها هي دول جنوب شرق آسيا ومن ضمنها اندونيسيا. فاندونيسيا هي ليس هذه العملية الأولى، قبل أشهر أيضا وفي عام 2016 و2002 أيضا شهدت الكثير من العمليات الإرهابية. فإذا دول جنوب شرق آسيا ومن ضمنها جاكرتا، باعتبار أنه جاكرتا فيها فصائل، فيها كتائب متطرفة، إضافة إلى ذلك أنه نفوس أكثر من 220 مليون نسمة، يعتبرون يعني من الدول الإسلامية الكبيرة النفوس. فأجد أنه هو يراهن على هذا الشيء، ويبدو أنه الواقع العام في إندونيسيا أيضا يميل نحو التطرف. هذا ما كنت سأسأله، كم جماعة متطرفة تقريبا وإلى أي مدى هي متطرفة وهذا يقلق بإندونيسيا اللي يعول داعش على أن تبايعه؟ ربما لا توجد لدي أرقام، بعتذر لحضرتك، لكن الجماعات اللي موجودة هي أصلا تقوم على وحي تنظيم داعش وأعطت البيعة إلى تنظيم داعش، وهنالك فصائل وكتائب أصلا هي صغيرة جدا لا ترتقي إلى مستوى التنظيمات، فهي تعمل على غرار ما تسمى الدولة الإسلامية بالمزدوجة، وأعطت البيعة إلى تنظيم داعش. فإذا هي جماعات جاهزة تعطي البيعة إلى تنظيم داعش وتقوم في تنفيذ عمليات متطرفة أكثر، فلذلك حتى الأهداف التي تقوم بتنفيذها هي ضد الكنائس في سبيل الحصول على التمويل والحصول أيضا على أنصار جدد في التنظيم. شكرا على وجودك معنا هالمرة بالاستوديو. سيد جاسم محمد، أهلا وسهلا فيك، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. شكرا جزيلا.